سنة وانت طيب. انت طيب. عايزين نعرف بتقدر عيد راس السنة ازاي؟ يوم راس السنة اصلا عيد ميلادي، فبنحتفل بقى وبنروح اي مكان. عندك مانع ان احنا ننزل نهزر شوية مع الناس؟ اه عادي يعني، ما انا كده كده اصلا بحب اهزر مع الناس طول ما ماشي في الشارع. عندك مانع انك تلبس بابا نويل وتنزل معانا الشارع؟ مش درجات يعني، لا اكيد يعني انا ممكن اهزر مع الناس، لكن البس بابا نويل دي هتبقى مش يعني ما حبش كلام، مش لطيف شوية. حسب الله ونعم الوكيل. يلا يا جماعة يلا. ايه ايه اه انا بابا بعد ناحية تانية. تتمنى ايه بقى في السنة الجديدة؟ تمشي كويسة ان شاء الله. هو ليه كل سنة بيظلموا النور الساعة 12؟ يعني هما الساعة 12 تيجي يقول لك طفي النور وبتاع وكله يجري. الناس مش فاهمة دوت. قول عايزك انت اللي تقول. هو في جميع البلاد. ليه بقى ليه سموه راس السنة اصلا؟ وايه الشكل التخيلي يعني؟ اول ما اقول لك راس السنة تروح متخيل ايه؟ تتخيل ايه؟ طب بما انك انت بقى راجل رسام، ممكن ترسم لنا راس السنة؟ القنبلية الاول اختار. خد كل سنة طيبين الأول. نفسكم إيه بقى في 2015 كده كلكم؟ البلد تبقى كويس، تبقى حلوة، البلد تبقى حلوة. مفيش حاجات شخصية، محدش عايز حاجة بعينها يعني نعملها له النهاردة؟ ها؟ نمسك ابني يتجوزوا. نطالب الجهات المختصة نجيب لي ابنها وبنتها عروسة وعريس. حاصل خلاص. نفسك اتجوز بس كده. وانت نفسك تبقى 15؟ نفسك اتجوز ونفسي حالي البلد تتسلح وحاجات كتير. وانت الزمالك ياخد الدوري؟ سألت عليا يا ابني. انا محرج منكم والله يا جماعه، بس يعني معلش احنا بنلم تبرعات لماما نويل، كان نفسها تيجي معايا الصراحه. بس مين دي؟ ماما نويل. اتمنى ايه بقى في السنه الجديده؟ اتمنى كل خير، واتمنى الشعب المصري يبقى كويس. نفسك تعمل ايه في 2015؟ والله انا نفسي في حاجات كتير، انت هتحقق لي ايه فيهم يعني؟ انا ممكن احقق لك النهارده اي امنيه على فكره. عايز اصور معاك بس كده؟ اه. برقوا برقوا. كل سنه طيب. صحة والسلامة. هابي نيو يير. هابي نيو يير. طب الاوردر ده طالع فين طيب؟ ثانية اقول لك. كل سنة وانت طيب. طيب. عايزين اسألك بقى سؤال، انت ايه امنيتك في السنة الجديدة 2015؟ سنة تبقى سعيدة على الناس كلها. وانت مالكش امنية شخصية يعني نفسك تحققها؟ لا، مصر تبقى بخير بس. انتوا كنتوا طالبين اوردر اكل؟ اه يا فندم. ازيك يا عم؟ بابا. بابا الحساب، انا مش بابا نويل. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. عايزة تكلمني عن تجربتك النهاردة معانا. والله كانت تجربة لطيفة، وانا بسطت ان انا بسطت الناس وقعدنا نضحك ونهزر ورقصنا وبتاع. والناس اتبسطت يعني. انا بهزر مع الناس بس يعني اول مره هزر بقى اللي هو كده هزار. انت بتضحك على ايه طيب؟